طيب سؤال آخر وهذا أيضا يسأل عنه كثير من إخواننا، هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ هل يجوز الاشتراك في الأضحية خصوصا مع قلة ذات اليد ومع غلاء الأسعار الذي يشهده المسلمون؟ واش يجوز الناس يشتركوا في الأضحية؟ طبعا بالنسبة للغنم فلا يجوز ذلك بلا خلاف بين العلماء، لا يجوز ذلك أحد من العلماء باش نشتركوا مثلا في الشاة الواحدة، هذا لا يجوز، لا يجوز بتاتا. ولكن إذا كان أهل البيت الواحد فإنه يجوز لهم أن يشتركوا في الأضحية، ولكن بشروط. حنا دابا بزاف ديال الناس كيشتركوا في الشات ولكن ما كيعرفوش هذيك الشروط، كي كيديروا خصوصا مثلا كيكونوا الأبناء كبروا تزوجوا وكيجيو يعيدوا مثلا مع والديهم، كيجيو يعيدوا مع والديهم باهم مثلا كيقول لهم صافي انا غادي نشريو انتما غير اجيو عيدوا، وكيجيو طوال كيجيو هكا ويعيدوا مع باهم مع انه عندهم ما يشترون به أضحية. فنقول لهم هذه لا تجوز، ما كاينش هذا القضيه، يعني كل واحد خصو يجيب الأضحية ديالو. علاش؟ لانه فقد شرط اللي هو قضيه السكن، فيجوز الاشتراك في الأضحية بشروط. أول هذه الشروط أن يكون الناس قرابة، يكون عائلة واحدة، الشرط الأول يكون عائلة. الشرط الثاني أن يكون سكنهم واحدا، أن يكون سكنهم واحدا، فواحد كيجي من مراكش واحد كيجي من الدار البيضاء تجمعوا في سوس ويضحوا، نقول له لا، يكون سكنهم واحد، ساكنين في دار واحدة، دار كبيرة فيها مرافق وكذا، هادو شادين هنا ولا هادو شادين السفلي وهادو كذا، هذا لا بأس به. الشرط الثالث أن تكون نفقتهم واحدة، أن تكون نفقتهم واحدة، كانوا كيعبروا عليها كيقولوا عندهم كانون واحد، عندهم كانون واحد، هادو بمنزلة أهل البيت الواحد. جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن الناس كانوا يذبحون شاة واحدة عن الرجل وأهل بيته، قال حتى تباهى الناس. هذا شرف زمن الصحابة رضي الله عنه، بدا فيهم ديك المباهات، ولو الناس مثلا كل واحد كيقول حنا نذبحوا جوج حنا نذبحوا ثلاثة حنا لغير حاجة أهل البيت الواحد. فالعلماء كيقول لك حتى قضية الرجل الذي له زوجتان فإنما يذبح شاة واحدة، إن أراد أن يذبح شاة واحدة فله ذلك، لأن كلا المرأتين من أهل بيته، فهو يذبح عن نفسه وعن أهل بيته، ويدخل في أهل بيته يعني زوجاته وأولاده وإن كثروا وخا يوصلوا حتى 20 ما عنده إشكال، يذبح شاة واحدة وتجزئه أضحية شرعية لا حرج فيها ولا خلع. إذن هذه الشروط. قضية المالكية يمنعون من قضية الاشتراك في الإبل والبقر، كيقول لك لا الاشتراك راه ما كاين حتى في شي حاجة، كاين الإشراك في الغنم وما كاينش الاشتراك، كاين الإشراك في الغنم. ما معنى الإشراك؟ كيقول لك أن يشركه في الأجر، ماشي مثلا كل واحد يعطي واحد القدر، هذا غادي يعطي مثلا 1000 درهم وهذا يعطي 500 درهم كذا ويجمعوا دوك فلوس ويشريوا، لا هذا لا يجوز، لا يجوز طبعا عند المالكية وعند غيرهم. وإنما يجوز الإشراك، معنى الإشراك هو أن يشتري الرجل الشاة ويشرك غيره معه في الأجر، كيقول لي أنا شريتها أنتم ما في حالكمش ما بيسر شيء صافي أنا شريتها، أنا غادي نضحي وغادي نويكم أنتم، خويا حتى هو معايا وأختي معايا والوليد وكذا وأضحي عنهم، يشركهم في الأجر، هذا جائز عند المالكية ولا يحدونه بعدد شحال ما كان. والاشتراك في البقر والإبل مشروع عند عامة الفقهاء إلا المالكية، فشرطوا له أن يكونوا أهل بيت واحد. كيقول لك إلا بغينا يعني نشتركوا في الإبل ولا في البقر خصنا نكونوا عائلة واحدة، مثلا كما درنا هذيك الصورة الأب وأبناء متزوجين بغاو يشريوا بقرة ولا بغاو يشريوا جمل ويذبحوه شي باس ما كاين الشتلة. لكن العلماء كيقول لك وإن كان الناس غرباء فالأمر يجوز إلى سبعة، إذا سبعة ديال الأسر يمكن لها الذبح الشات. طبعا السبعة هو الحد الأقصى، سبعة هو الحد الأقصى، فيجوز أن يذبح الرجل وحده عن أهل بيته بقرة، ويجوز أن يشترك اثنان يعني أسرتان،
وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، هذا أقصى شيء. الإبل قيل بأنه وردت أحاديث فيها العشرة، لكن الصحيح هو الاقتصار على سبعة. إلى الناس بغوا يشتركوا في البقر ولا في الإبل إلى سبعة أسر فالأمر جائز على قول جماهير العلماء، مع ملاحظة السن، مع ملاحظة السن، لأنني أشوف بحكم يعني ملاحظة أحوال الناس، شحال من واحد كتلقاه كيمشي يشري وكيشري عجلة كيقلبوا كتلقاه تلقى سنان الحليب، هذه لا تجزي، راه شراو غير اللحم، شراو غير اللحم. وهذا الأمر يحتاج الناس الآن. طبعا المالكية يعني يتشددون في بعض الفروع ويتساهلون في بعض الفروع الأخرى. بعض الفروع كيقول كي هذا المذهب راه معتبر عند الأحناف وداك الشيء نجيبوه محتاجينه، ولكن في هذا الأمر هذا اللي هو مثلا دعت إليه الحاجة، كاين الإنسان دابا اللي ما يقدرش يشري الخروف مثلا، الخروف ربما على الأقل غادي يوصل مثلا 2000 درهم 3000 درهم 4000 وانت غادي، لكن إلا بغى يشريو مثلا بقرة ممكن أي واحد يعطي مثلا غير 1000 درهم ولا 1500 ويقدروا يشريو يعني سبع بقر، يعني ديك السبعة في البقرة ولا في البدنة يقدروا. إذن هذا أمر جائز، ولكن ملاحظة السن لا بد تكون هذه البقرة هذه تكون تنية يردوا لها البال وتكون سالمة طبعا من العيوب، وهذه أمور لا بد من ملاحظتها يعني.